يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقال عن الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، هل يقال لهم أولياء وتطلق عليهم الولاية؟ نعم، يطلق عليهم الولاية من ناحية، إذا كان العمل السيء لا يخرجهم عن الإسلام تطلق عليهم الولاية من ناحية، ويطلق عليهم ولاية الشيطان من ناحية أخرى، يجتمع في الإنسان أنه ولي لله بإيمانه وتوحيده وعقيدته، وأنه ولي للشيطان بذنوبه ومعاصيه. نعم.